اسمع القانون بيبقى واضح ومباشر. طيب. مفيش فيه لا احلام ولا اوهام. طيب. ولا مطاطيه. ممكن بقى ده القانون بيقول لك نص قانوني. صح. كذا كذا كذا. انتوا مقدمين مشروعات قوانين. طيب. ولا موضوعات تعبير ولا ايه؟ طيب. اتفضل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اي قانون لازم يتحط لازم يبقى له فلسفه، صح؟ اه. مشكلتنا في مصر دايما ان احنا بندي مسكنات وبنحلش المشكله من اساسها. اول سؤال قبل ما اخش في حاجه زي كده اساله الاستاذ مجدي واساله وحضرتك، في مشكله اسكان في مصر؟ طبعا. تمام؟ طبعا. جميل. انا بقول لحضرتك مشكله الاسكان في مصر سببها ايه؟ هو ده. لا، هرد عليك بقى. مشكله الاسكان في مصر سببها يا استاذ وائل عدم تناسب دخل المواطن مع تكلفة إنشاء الوحدة أو إيجارها. تاني وبعيد الكلام. مشكلة الإسكان في مصر. تمام؟ إن دخل المواطن لا يتناسب مع تكلفة إنشاء الوحدة أو تكلفة إيجارها. الحد الأدنى عندك في الدولة يا أستاذ وائل المعلن كام؟ مش 1200 للفرد؟ يبقى طبقا للمعدلات العالمية أنا ما أدفعش في إيجار شقة في أحسن حتة في مصر أكتر من 400 جنيه. ليه هو اللي دخله يا بيه 1200 جنيه هيسكن في أحسن حتة في مصر؟ يا أستاذ مجدي بس. اللي دخله 1200 جنيه ما يسكنش في أحسن حتة في مصر. يا أستاذ مجدي أنا ما قطعتش حضرتك. اتفضل. تمام؟ هات لي حضرتك 400 جنيه تمام في حي شعبي شقة. في إيجار ب 400 جنيه في حي شعبي شقة؟ فين؟ هات لي فين؟ يا بيه في والله. هتقول لي فين؟ يا بيه عندنا شقة. فندم بس احنا إيه؟ مش عايزين نتكلم كلام في اللبن وال يا باشا مش عايزين نتكلم كلام في اطفاض ليس له اي علاقه بالواقع اللي احنا فيه. دي لازم كل فاهمينها نمره واحد. نمره اتنين حضرتك، يبقى المشكله حضرتك ان دخل المواطن ما بيتناسبش مع ايجار الوحدات وبالدليل. حضرتك لما جينا عملنا قانون 96 جميل؟ هل هو حل لك ازمه الاسكان؟ ما انت عملت عرض وطلب. حصل ايه بقى حضرتك؟ تمام؟ انا كراجل عندي الشقق بدل ما هي 3 مليون مقفله بقت 9 مليون مقفله. ليه حضرتك؟ لان المواطن معهوش انه يدفع ثمن السكن. انا صاحب شقه مثلا في مصر الجديده ايجارها 7000 جنيه في الشهر. المواطن ما عندوش السبعه انه يدفعها، فبيحصل ايه؟ ان انا بقفل، لان هيجي لي 1000 و2000 و1500 مش هقدر اجر الشقه بهذا المنطلق. تمام كده؟ طيب، يبقى المشكله الاساسيه في مصر ان دخل المواطن لا يتناسب ابدا مع تكلفه انشاء الوحده او حتى مع ايجارها. يبقى قانون العلاقه بين المالك والمستاجر ليس له اي علاقه بفتح شقق جديده او قفلها، والدليل على كده ان قانون 96 الحالي ما حلش مشكله الاسكان، لان احنا دايما اما نيجي نبص المشكله ما بنبصش في الاصل، بنبص على الموضوع بسطحيه. تمام كده يا تمام. انا عايز برضو عشان نحل بقى هتبقى القضيه الاولى عشان نحل بقى حضرتك. اللي بيدفع 20 جنيه هيبقى عايز يا جماعه انتوا هتدفعوني كام؟ والمالك بيسال بص يا جماعه انا ارد على حضرتك هتعملوا لنا ايه؟ وائل بيه بس عشان قول لي بنماذج مباشره حضرتك دلوقتي اما يجي اتفقنا في الاول مع اسماعيل بيه ان احنا هنبتدي المشروع ده بالثلاث مراحل اللي اتفقنا عليها. مرحله الحكومه دي خلاص ما فيهاش مشاكل، واعتقد دي في اتفاق عليها. حضرتك الحكومه اللي هي لما تكون الحكومه هي المستاجر اللي هي المالك اللي هي مستاجر اللي هي المستاجر المستاجر تمام. هنا من حق المالك انه يحدد لها السعر اللي هو عايزه طبقا لسعر السوق. حتى لو قال لها 5 6 مليون لا سعر سوق مقيده يعني مقيدة بسعر في سعر السوق طبعا، واخد بال حضرتك. وان في خلال 5 سنين من حق تكون الحكومه وجدت بديل لهذا المنشا، وان الملك يستغل الملك يستغل تمام كده. ده 5 دي استثنائيه. واحده حضرتك بس، انا حاجه عندي مستشفى وعندي مدرسه وعندي اسم شرطه وعندي كامز كده، انا بتكلم بنص القانون هيبقى هذا الكلام موجود. طيب هنيجي بعد كده حضرتك اما نيجي نتكلم على موضوع الشقق والناس اللي هي مستحقه والغير مستحقه. طبقا لكلام مجدي بيه لو بنقول ان انا عندي 1 مليون مستحق، 1 مليون مستحق دول انا ما اقدرش بكره اجي اقول له اطلع في الشارع. تمام؟ طبعا ده اساس. طبعا اساس. اكمل بس الكلام. اتفضل. لازم حضرتك نمره واحد يكون حظي حصر دقيق. تمام؟ دي واحده بالناس المستحقه. جميل؟ اتنين لازم افكر في مصادر التمويل للناس دي عشان اعرف اعوضها.
كان من ضمن الاقتراحات اللي انا كنت بقترحها طبعا انا اؤيدك يا استاذ وائل الحكومه مش هتدفع جنيه ما خلناش نحلم تمام حتى الضريبه العقاريه آه. الحكومه بتفرضها يعني المفروض الضريبه العقاريه دي تخصص لحل مشكله الاسكان لا الحكومه بتاخدها لانها عندها عجز في تعالج العجز في الموز زي ما بيقولوا يعني. فاحنا مش هنحلم ان الحكومه هتدعم الناس دي خلينا بس واقعيين كده وانا واي كلام حضرتك في الكلام اللي انت قلته الحكومه مش هتدعم حد طيب يبقى احنا عشان نحل المشكله لازم نجيب موارد تدعم الناس دي بدون تدخل الحكومه يبقى ده الفلسفه اللي هنتكلم فيها الفكره ايه حضرتك انا عندي 3 مليون شقه صح 2 قلنا 2 لا في مغلق لا المغلق يعني مغلق انا هدعمه عشان العفاريت اللي مش فيها مش هدعم اسمع كلامي بس حضرتك احنا متفقين طب ما المغلق ده راجل سايبها لابنه يا فندم بس دي يا بيه ابنه يا بيه يشوف مصلحته بقى والراجل الملك عنده ابن يا برضه يا مجدي بيه اكمل بس الفكره صدقني الفكره هتبسطك قوي اسمع كلامي يا ريت انا نفسي اخد الفكره هتبسطك قوي وهتبسط الناس كلها اكمل كلامي وتعب ان هو تعب المالك بص يا فندم احنا بنتكلم حضرتك يا فندم احنا بنتكلم حضرتك الدستور بيكفل له ده انه له او لابنه